والعلماء رحمهم الله تعالى ضربوا مثلا لبيان أن دخول المرء في الإثم والمعصية يبدأ تدرجا، خطوة من بعدها خطوة، إلى أن يتوغل المرء في الإثم والحرام. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والمثل الذي ضربه العلماء، قد ذكره الإمام أحمد وغيره، كحال رجل عليه ثياب نظيفة وملابس جديدة، ومر بمكان فيه وحل، فيه طين، ويريد أن يمر من ذلك الطريق، كيف يصنع؟ تجد أنه في أول الأمر في غاية الحذر، حتى لا يصل إلى ملابسه ولا شيئا يسيرا من هذا الوحل. تجده يبحث عن الصخرة المرتفعة والمكان العالي بحيث تسلم له ملابسه، ولا يزال على هذا الحذر. ربما لامست قدم شيئا من الطين وهو لا يزال على حذر، ثم أيضا لامست مرة أخرى، ثم بدأ الطين يلامس ثيابه. بعد ذلك ماذا يصنع؟ تجده يخوض في الوحل وفي الطين دون مبالاة. وهذا مثل مطابق لحال المذنب، تجده في أول الأمر يدخل على خطوات يسيرة وهو خائف وحذر، يقدم ويحجم، ثم يخطو خطوة أخرى، وهكذا إلى أن يتعمق في الحرام ويتوغل في الباطل، ولا يصبح عنده إحساس، ويذهب عنه هذا الواعظ جاء ذكره في هذا الحديث، واعظ الله في قلب كل مسلم. لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس وضعف. ولهذا ينبغي أن ندرك خطورة هذا الأمر، وأن نعتني عناية دقيقة بمعرفة الوسائل المعينة على الثبات على الحق والهدى.